اهلا بيكم والسلام عليكم في فيديو جديد ليا معاكم عمر عيسى ميك اب ارتست وفيديو بلوجر. وحشتوني جدا جدا جدا. فيديو النهارده يا بنات هيكون فيديو ميك اب العيد، وكالعاده متعودين في العيد يطلع لنا حبايه المناسبات، بس انا طلعت لي اتنين عشان بيقول لك الذكر مثل حظ الانثيين. يلا بينا نبدا في الخطوات على طول. اول حاجه وهي العدسات كانت اسمها كيدت كارميل، بس مش متاكد بصراحه البراند كان منين. ممكن تكتبوا اسمها على جوجل ويطلع لكم اسم البراند. تاني حاجه المسترايزر، وكالمعتاد استخدمت كلينيك بيناسب كل انواع البشره، بتقدروا ان انتم تستخدموه في الشغل. طبعا ما انصحكوش ان هو تستخدموه استخدام شخصي عشان خاطر البرايس بتاعه عالي قوي. بعد كده يا بنات استخدمت الاي كريم ده من كيلز، بدات ان انا احطه عند منطقة تحت العين وحوالين الشفايف، وبدأت ان انا اعمل له بلند. بعد كده يا بنات استخدمت السيروم، والسيروم ده جديد بس انا بقالي فترة طويلة قوي قوي بستخدمه من اول رمضان يعتبر، اسمه نوستا ايج او نوستا ايج، معرفش الاسم بالظبط. السيروم ده يا بنات فظيع كسكين كير، هكلمكم عنه بالتفصيل في ستوري الانستجرام بعد ما الفيديو ده ينزل في فترة العيد ان شاء الله بإذن الله. فبستخدمه الفترة دي بقالي اسبوع على البشرة قبل الميك اب عشان خاطر اشوف استخدامه عامل ازاي، وقبل الميك اب بيملى الخطوط والحفر بطريقة فظيعة وبيدي نضارة زي ما انتوا شايفين كده شكله في الكاميرا عامل ازاي. السيرم ده يا بنات فظيع، واستنوا لما اتكلم عنه بالتفصيل. بعد كده عملت حواجبي اوف كاميرا واستخدمت العجلة دي من كريولان عشان خاطر اخفي او اداري منطقة الشعر عندي اللي هو الزيادة، وبدأت ان انا ادمج كل الكونسيلر اللي انا حطيته او الكاموفلاج باستخدام البينكي توز سبونج. ما تنسوش يا بنات السؤال المعتاد، وهو نجيب الحاجات دي ازاي يا عمر؟ في سهم تحت الفيديو استأذنك تدوسي عليه، هتلاقيكي بتدخلي على صندوق الوصف. صندوق الوصف ده محطوط فيه كل اسماء الماتيريال انا كاتبها لك، وكمان سايب لك لينكات الاماكن اللي تقدري تشتري منها الحاجات دي. وهنا عملت عين اوف كاميرا عشان خاطر انا ما بكونش عارف اللوك اللي انا هعمله، بس الرمش ده غيرته في الاخر عشان خاطر ما عجبنيش. تعالوا نعمل الخطوات في العين التانية. اول حاجة استخدمت برونزر باستخدام فلافي بروش عشان خاطر اجهز العين للاي شادو اللي انا هعمله، فبدأت ان انا احطه في الكريس. ما حبيتش ان انا ادخل بيه لجوه، انا حطيته في الزاوية الخارجية من العين وبدأت ان انا اخرجه على برة، واخدت بروش صغيرة بلند صغيرة من جيسب وبدأت ان انا احطه في الكورنر الداخلي من العين. بعدها استخدمت باليت الاي شادو دي من سالتري من انستازيا، واخدت الدرجة العسلي باستخدام نفس فرشة الدمج الصغيرة، وبدأت ان انا زي اركز اللون شوية في الزاوية الخارجية من العين، وبرضو اخرج على برة عشان خاطر التكنيك او اللوك اللي كان في دماغي هو تكنيك لسحبة العين. وبعدها اخدت نفس الدرجة بنفس البرش وبدأت ان انا احطها في الزاوية الداخلية من العين. وبعدها اخدت يا بنات اللون الجراي ده من نفس الباليت وفرشة بنسل من جيسب، وبدأت ان انا اعمل زي ايلاينر مموه لكن على محتوى او مدى اوسع شوية. معنى اصح انا اخدت 3 درجات باختلاف درجات الفرش من الاكبر للاصغر، وبدأت ان انا امشي في نفس الزوايا باختلاف بس المناطق اللي انا بحط فيها. يعني كل ما حبيت ان انا اغمق اللون شوية بدأت ان انا اخد فرشة اصغر. بعدها اخدت الفرشة اللي قبل دي وبدأت ان انا ادمج اللون الجراي عشان خاطر افيده او اوزعه شوية. وهنا انا بدخل في الزاوية الداخلية من العين بنفس اللون الجراي وبرضو هدمجه بالفرشة الاكبر شوية. بعد كده اخدت الجيل لاينر ده من انجلوت رقم 77، واخدت فرشة الحواجب دي من زويفا، وبدأت ان انا احطه كحل جوه العين وانزل شوية على خط الرموش السفلي بالايلاينر. بعد كده يا بنات بدأت ان انا اخرج وينج لبرة كده كأني برسم ايلاينر عادي خالص، وادخل بيه لكن ما ادخلش بيه لحد العين لجوه، انا برسم بس الوينج اللي هو الخارجي. وهنا اخدت فرشة صغيرة واخدت القطرة بتاعت الديورو لاين من انجلوت، وبدأت ان انا اخد كمية منها صغيرة في الفرشة واسيح الجيل لاينر من تحت عشان خاطر اخفف شوية من اللون بتاعه. اخدت هنا اي شادو بني من نفس الباليت واخدت فرشة بنسل صغيرة، وبدأت ان انا ادمج الاطراف بتاعت الاي شادو ولحوسه براحتكو. وبصوا يعني انتوا هتحسوا في الاول ان اللوك مش ظريف وهتحسوا ان هو قوي قوي، كل ده عشان انا مش بادئ بالعين.
مش بادئ بالبشرة قصدي الأول. بعد كده أخدت بنفس البروش وأخدت اللون اللي هو البيج لكن اللي قلب على جري شوية، وبدأت إن أنا أدمج. وبصوا عشان كده قلتلكوا لخبطوا براحتكوا عادي في الدمج، أهم حاجة إن أنتوا تدمجوا بطريقة صحيحة. وبعد كده أخدت قطنة فيها ميك اب ريموفر وبدأت إن أنا أنظف أو احدد بمعنى اصح الاي شادو. وكده كده بعد ما اخلص البشره هموه كل الاي شادو ده تاني، بس انا ما كنتش حابب ان هو يبقى نازل قوي زياده عن اللزوم، كده كان هيبقى ميك اب رعب مش ميك اب عيد. بعدها اخدت بفرشه فلات اللون اللي هو تحسه ان هو روز جولد كده شويه، وبدات ان انا احطه على الجفن المتحرك كله زي ما انتم شايفين. وانا كنت قاصد ان هو يبقى خفيف كده، ما كنتش حابب ان هو يبقى تقيل قوي قوي قوي، ان انا حابب التركيز يكون على الايلاينر اكتر واللوك الاسود اكتر. هنا بقى جيت لكم بعد ما ركبت الرموش، والحمد لله عقلت وركبت رمش حلو لا مع اللوك، عشان الرمش الاولاني ده كان بشع. بصوا اللوك اختلف تماما بعد ما ركبت الرمش ازاي. عايزه اكلمكم شويه عن الايلاينر ده يا بنات. الايلاينر ده من ال ايجرل، الريشه بتاعته اكتر من روعه، بحبه جدا جدا في رسم الوينج لاينر يا بنات. بعد كده اخدت الليكويد هايلايتر ده من اوفيس وبدات ان انا اوزعه على البشره كامله. والليكويد هايلايتر ده انا كلمتكم عنه قبل كده في لايفات كتير قوي قوي قوي. بصوا يا بنات عامل ازاي، بيدي نضاره للبشره وبيفتح البشره شويه وبيدي جلو فظيع. يعني انا حطيته حتى على الشفايف، الليكويد هايلايتر ده فظيع. اذا كان هو ولا القلم بتاع الايلاينر، دول يعتبر التوب في الفيديو ده بصراحه. اخدت باليت الكاموفلاج دي من فوريفر 52 وبدات ان انا اخد التو شيدز اوف كوركتورز دول، وبدات ان انا احطهم على الحبايه اللي موجوده عندي فوق، وكمان على منطقه تحت العين عشان خاطر كان عندي اثار اجهاد. انتوا تقدروا تحطوا الكوركتور ده في اي مكان فيه ديسكلريشن في البشره. وبعد كده اخدت فرشه كابوكي صغيره وبدات ان انا اوزع اطراف بس اللون عشان خاطر ما ضيعش البيجمنتيشن بتاع اللون ده. بس كده كده الحبايه اللي فوق دي اصلا ليها قشره، فحاولوا ان انتم ما تكتروش عليها طبقات. بعدها اخدت الفاونديشن ده من جوفيوس بليس. الفاونديشن ده الكفرج بتاعته تقيله وقويه جدا جدا جدا، يعني انتم بصوا نفسكم هتحسوا ان انا حطيت ماسك خفى ملامحي يعتبر. بس اهم حاجه ان انتم تختاروا شيد يكون افتح منكم درجه او درجتين عشان خاطر الفاونديشن ده بيتاكسد، فلو انتم حسيتوا ان هو فاتح عليا شويه مع الفيديو هتلاقوه ان هو هياخد لوني بالظبط. واستخدمت الكونسيلر من نفس البراند، والكونسيلر ده بصراحه اقول له شابو، ارفع له القبعه. الكونسيلر ده بيجمع ما بين ان هو ينفع للبشرات الجافه او للي تحت عينيهم جاف، وفي نفس الوقت بيديك كفرج عاليه قوي، فانا بحب بصراحه الكونسيلر ده جدا. فبدات ان انا اعمل بيه هايلايت في الاماكن اللي انا حابب ابرزها في البشره. بدات ان انا احطه في الزاويه الداخليه من العين، واحطه في اطراف العين عشان خاطر اسحبها، واحطه كمان تحت عند عظمه الفك عشان ابرزها، واحطه عند اعلى الانف وفي الجبهه من فوق. بعد كده اخدت الكونتور ده، الكونتور الكريمي ده من ميبلين. الكونتور ده حلو جدا جدا وخفيف، تقدري تستخدميه استخدام شخصي او شغل. الدرجه بتاعته كانت 20، وبدات ان انا اعمل بيه كونتورنج زي ما انتم شايفين كده في الفيديو. بمعنى اصح ده كان كلاسيك كونتور، ما فيهوش يعني حبشتكنات كتير. واخدت بعدها التنت ده، التنت ده من براند اسمه بيبي برايت. التنت ده فظيع يا بنات، والبيجمنتيشن بتاعه حلو قوي، واحلى ما فيه ان هو ما بينشفش. يعني حطوه وادمجوه براحه راحتكم، ولا هينشف ولا هيكتل معاكم ولا هيعلق في اماكن. بدأت ان انا احطه في كل الاماكن برضو اللي باينه قدامكم في الفيديو دي. بعد كده استخدمت نفس فرشة الفاونديشن بعد ما نضفتها في منديل، وبدأت ان انا ادمج البلوشر الكريمي او التنت والكونتور الكريمي، والاتنين بيندمجوا في لحظة زي ما انتوا شايفين. انا ولا مسرع الفيديو ولا قصص كتير من الفيديو. وبعدها اخدت شبيهة التاتي بيوتي وبدأت ان انا ادمج كل الهايلايت اللي انا حطيته على البشرة بطريقة الطبطبة يا بنات. وخليكم حذرين جدا جدا وانتوا بتدمجوا الهايلايت تحت العين لو انتوا عاملين الاي شادو قبل ما تبداوا في البشره. فانا بعد ما دمجت الاطراف بالسبونج بدات ان انا اخد فرشه كابوكي تكون صغيره برضو، وبدات ان انا ادمج الاطراف زي ما انتوا شايفين بطريقه الطبطبه، لكن وانا كيرفول جدا ان الكونسيلر ما يطلعش على
الاي شادو اللي انا عامله تحت العين. سبتكم فقرة غنائية قصيرة، نرجع بقى للتوتوريال. استخدمت البلاشر التراكوتا ده من جولدن روز. البلاشر ده انا على طول بستخدمه، التكتشر بتاعه حلو جدا جدا. بدأت ان انا احطه على الابل في تشيكس بتوعي من قبل ما اسبب بالبودر. البلاشر ده بيديني اللمعة اللي انا بحبها الصحية في البشرة، وفي نفس الوقت بيديني درجة بلاشر حلوة قوي. بعدها استخدمت اللوز باودر دي من هدى بيوتي، الشيد بتاعها كان اسمه شوجر كوكي على ما اظن، هي الدرجة اللي هي الترانسبيرنت بتاعتها. وبدأت ان انا اثبت منطقة تحت العين الاول بكمية خفيفة منها. وبعدها بدأت ان انا اثبت باقي البشرة، وتعمدت ان انا احط لكم كمية بالمنظر ده عشان خاطر اوريكو الكواليتي بتاعة البودر من غير حتى ما اقص من الفيديو او ان انا مثلا اعمل حاجة من وراكو. البودر حطوا منها كمية على قد ما تقدروا، هتلاقوها ان هي بتمتص البشرة، ما بتعملش اي كلكعة، ما بتكتلش. البودر الكواليتي بتاعتها ممتازة، يعني انا من ساعة ما استخدمتها حرفيا مش عارف استخدم غيرها من جمالها وثباتها على البشرة والملمس اللي هي بتديه. اكتر حاجة تثبت ده زي ما انتوا شايفين انا ماشي بالفرشة، وبصوا الفرشة ناعمة ازاي على الوش، تعرفوا ان البودر الكواليتي بتاعتها كويسة وان البشرة متثبتة صح بان الفرشة بتمشي على البشرة كده بتتزحلق. فانا بحب البودر دي جدا بصراحة. هنا بقى يا بنات اخدت الدرجة البيج دي، وبعدها اخدت الدرجة العسلي من باليت الاي شادو، وبدأت ان انا استخدم تو براشز. البراش اللي هي الوسط اخدت بيها الدرجة البيج، حطيتها في النص، وبدأت ان انا انزل بالدرجة العسلي بفرشة اكبر شوية وادمج الحواف او الحدود بتاعة الاي شادو عشان خاطر اخليه بلندد واخليه سموز وناعم ومفيش اي هارش لاين في الاي شادو. بعدها اخدت فرشة البرونزر في الاخر خالص، وبدأت ان انا ادمج بس الاطراف بتاعته عشان خاطر كل حاجة تكون مدموجة وبرفكت يعني. وهو ده الاي شادو. بصوا الاي شادو عامل ازاي، اكتبوا لي في الكومنتس اللوك عامل ازاي معاكم، وقولوا لي الفويس اوفر احسن ولا لما بسيب كده الفيديو من غير شرح افضل. اخدت هنا الهولا برونزر من بنفيت، وبدات ان انا اعمل كونتورنج بسيط قوي او اعلم المناطق اللي انا عملتها بالكونتور الكريمي اثبتها بالبودر. بدات ان انا امشي على كل المناطق اللي عملت بيها الكونتور الكريمي، واخدت هنا البراش اللي بتيجي مع البرونزر وعملت كونتور للانف سريع. بعدها اخدت هنا الجيلي اي شادو ده من براند اسمه سيكريت درجة 07، وبدأت ان انا احطه على العين. ونتوقف هنا، ساسكت قليلا هنا، ساسكت قليلا على جمال الجيلي اي شادو ده. بصوا اللمعة اللي بيديها فوق العين عامل ازاي، ده كده وانا واخد اطراف اللي موجود في عارفين اللي هي اللحسة اللي موجودة في طرف الباليت او العلبة. فظيع يا بنات، فظيع بجد يعني بجد. هاتوا كل درجاته، درجاته كلها حلوة. هنا اخدت الليب لاينر ده من فاتن يا بنات، الدرجة ميديوم براون، هو قلم حواجب لكن انا بقيت بستخدمه ليب لاينر عشان خاطر هو مش قوي قوي في الحواجب، يعني عايز الديلي يوز استخدام. وبدأت ان انا احدد الشفايف بتاعتي كالمعتاد زي ما انتوا شايفين. واخدت هنا الروج ده من ميبلين سوبر ستي، الدرجة رقم 65، درجة نود بيج روعة كده، درجة فظيعة يا بنات. وبدأت ان انا احطها على الشفايف كلها زي ما انتوا شايفين كده، واحطها كمان فوق الليب لاينر عشان خاطر ادمجه. بعدها اخدت الجلوس الفظيع ده من ميبلين، الجلوس ده بنات فيه هيالورونيك اسيد والكواليتي بتاعته ممتازة، والدرجات كلها محطوطة قدامكم زي ما انتوا شايفين. سيا ما اظن اسمها درجة سيلك باين. وبكده يكون خلص فيديو النهاردة، بتمنى ان هو يكون فيديو خفيف عليكم وتكونوا استفدتوا منه اي حاجة. لو عجبكم الفيديو ده ما تنسوش اللايك والكومنت الايجابي يا بنات بليز، وشير كتير كتير للفيديو ده مع اصحابكم. وتركتكم في رعاية الله، كل سنة وانتم طيبين وعيد سعيد عليكم يا رب. باي باي.